السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدين، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي نشرت: الملك يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا لدى مملكة البحرين. البحرين ضمن قائمة الدول الأكثر سلاما بالعالم. إجراء فحص PCR باليوم الخامس من وصول المسافر. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت: تشجيع الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة، جلالة الملك المفدى أيده الله، وصول العباسي لرئاسة البرلمان العربي فخر لجميع البحرينيين، توجيه البنوك لتزويد الإسكان ببيانات أصحاب الطلبات. ومع صحيفة الأيام والتي عنونت: زار منشأة الإسناد البريطاني خالد بن حمد يشيد بالتعاون العسكري مع بريطانيا، عوائد اقتصادية غير مسبوقة، وزير المالية 44 مليون دولار أرباح احتياطي الأجيال. أما صحيفة أخبار الخليج فقد استهلت: أخبار الخليج تكشف عن شروط حصول شركات السياحة على دعم البرنامج التحفيزي. تحت رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، بين صحيفة الأيام أن وزارة العدلي والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلنت عن فتح باب التسجيل لجائزة البحرين الكبرى في دورتها 26، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الأول من شهر سبتمبر المقبل. نقلت صحيفة الأيام أن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية للدفعة الثانية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين استمرارا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين. أشارت صحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم أعلنت لأولياء أمور طلبة المدارس الحكومية عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الفعلي المدرسي عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وبالنسبة للطلبة الراغبين بالدراسة عبر نظام التعلم الإلكتروني عن بعد بشكل كامل، فسيتم تحويلهم تلقائيا إلى نظام التعلم الإلكتروني عن بعد. إلى صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت أن شؤون الطيران المدني أعلنت أنه سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، حيث سيتم اعتماد شهادات التطعيم الصادرة من جميع الدول التي يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول، كما سيتم إضافة إجراء فحص في اليوم الخامس من الوصول. لافت صحيفة أخبار الخليج أن كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية أعلنت عن فتح باب القبول لدراسة برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية في يومي 25 وحتى 26 من شهر أغسطس الجاري، على أن يكون المتقدم بحريني الجنسية من خريجي العام الدراسي 2021-2020 من المعهدين الديني والجعفري أو من المدارس الحكومية والخاصة، الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 70% أو ما يعادلها. نقل صحيفة أخبار الخليج أن نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض فاطمة الصيرفي أكدت أن البرنامج التحفيزي لدعم شركات السياحة والسفر يقدم حافزا ماليا لشركات السياحة والسفر المشاركة، بالإضافة إلى دعمها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الوطن والتي بينت أن الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس رضا الأدرج قال أن نسب الإنجاز بمشروع تنفيذ 303 وحدات سكنية بمدينة سلمان بلغ 45%، مشيرا إلى أنه من المؤمل الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات للمستفيدين خلال النصف الأول من العام المقبل. بيّن الصحيفة الوطن أن مملكة البحرين احتلت المرتبة 102 عالميا والثامنة عربيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2021 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بمدينة سيدني. ومن الصفحة الرياضية لصحيفة الوطن نقرأ أنه ستبدأ اليوم الأربعاء منافسات الموسم الكروي الجديد، وذلك بإقامة مباراتين في افتتاح النسخة 65 مسابقة دور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم من خلال مواجهة فريق نادي الرفاع والمحرق على أستاد البحرين الوطني، يلي ذلك مباراة فريقي الأهلي والنجمة. صحيفة البلاد نقرأ أن مجلس المناقصات والمزايدات أعلن عن ترسية مناقصات ومزايدات حكومية تتجاوز 1,300,000,000 دينار في النصف الأول من العام 2021. نشر صحيفة البلاد أن اليوم ستنطلق منافسات الدور التمهيدي للأندية الدرجة الثانية لكرة القدم لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى أغلى الكؤوس للموسم الرياضي الحالي، وتقام مواراتين بين الاتفاق والتضامن على ملعب مدينة حمد ومدينة عيسى مع قلالي على ملعب نادي الرفاع. بيّن الصحيفة البلاد أن المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة حقق أول الانتصارات في افتتاح منافسات البطولة الخليجية السادسة للناشئين بعدما فاز على الإمارات بثلاثة أشواط نظيفة. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين.ph. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.